مساء الخير عليكم في يوم جديد وحلقة جديدة من طبق طبقنا. إن شاء الله هنكون معاكم من واحدة لاثنين. طبعا مستنية تليفوناتكم واستفساراتكم على أرقام التليفون اللي ظهر قدامكم على الشاشة. وما تنسوش أن كل الحلقات والوصفات اللي احنا بنعملها بتكون موجودة على قناة ETC على اليوتيوب، تقدروا ترجعوا لها في أي وقت. تعالوا أول حاجة النهاردة هنعمل وصفة بالطماطم المجففة. ودايما احنا لما بنعمل حاجة أنا ببقى عارفة أن هي بتتباع بأسعار عالية برة، بحب ان انا اعملها معاكم. فهنعمل الطماطم المجففه وهنعمل منها وصفه فراخ كده بطريقه لطيفه وحلوه جدا وسهله، ومش محتاجه كل الاسعار اللي احنا بنجيب برطمانات الطماطم المجففه بيها. الموضوع سهل وبسيط وتقدروا تعملوها بكذا طريقه. يعني هقول لكم دلوقتي واحنا شغالين تقدروا تعملوها بايه. اول حاجه كده تعالوا نشوف هنجفف الطماطم ازاي وبعدين نعمل بيها الوصفه بتاعتنا. عندي كيلو طماطم، 2 كيلو، 3 كيلو على حسب ما انتم حابين. وعندي كمان 2 فص من الثوم، وعندي روزماري وزعتر، وطبعا هحتاج ملح وزيت زيتون لو تمام يبقى افضل طبعا كتير من الزيت العادي. هقول تاني المقادير، عندي طماطم، ثوم، زيت، روزماري، زعتر، وعندي شويه بابريكا، وهحط عليهم برده شويه ملح كده ايه ازودهم على الطماطم. تعالوا بقى ايه واحده واحده كده نشتغل مع بعض. هنبدأ أول حاجة نجيب الطماطم اللي عندي. وصفة زي بالظبط الحليب المكثف كده لما عملناه. أنا كل حاجة بتتباع بره غالية أو أنتوا بتقولوا لي لا مش هنعملها عشان بيبقى الحاجات دي بره أسعارها عالية فمش هنشتري حاجة مخصوص للوصفة، فبحب إن أنا أعملها معاكوا عشان تبقوا شايفينها بسهولة وبتبقى الموضوع بسيط جدا. هجيب الطماطم اللي عندي أهي، هقطعها كده على 4 وهشيل اي جزء يعني فيها من فوق كده اهو، هشيل الجزء اللي من فوق ده كده اهو، وهقوم مقطعاها على 4، مقطعاها على 2 بس. طبعا انا بالنسبه لي على 4 كده تمام قوي. حابين تعملوها قطعه كمان لو الطماطمايه كبيره زي ما انا عملت كده برضو تمام اهو، ويدجز كده بالشكل ده. لو لقيته الطماطمايه يعني كبيره محتاجه تقطع كده على 8 زي ما انا عملتها تمام. في طماطم اصغر هتلاقوا ان هي محتاجه على 4 بس مش اكتر من كده اهو. هقطع كميه الطماطم اللي انا عايزاها. طبعا بقى هقول لكم في كذا طريقه ممكن انا هعملها في الفرن، في ناس بتعملها في الشمس، وانا طريقه الشمس بصراحه ما اضحكش عليكم يعني انا مش بفضلها قوي لان انا مبقاش ضامنه اي حشره تعدي، اي دبانه، اي حاجه تعمل لي عفونه، يعني مش برجحها قوي بصراحه. فانا يعني بحب الطريقه بتاعت الفرن، او لو عندكم اير فراير ممتاز في الموضوع ده، بيجفف الموضوع بيبقى حلو جدا. لو حد طبعا عنده اير فراير مش متوفر عند ناس كتير، فهنعمل طريقه سهله وبسيطه في الفرن عشان تبقى يعني الناس كلها تقدر تعملها بمنتهى السهوله. اللي عنده اير فراير يعملها، اللي ما عندوش يعملها نفس اللي انا هعمله ده اهو بالشكل ده. ابدا كده اقطع كل الطماطم اللي عندي ويدجز كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده عشان ابدا احط عليها الاضافات وادخلها الفرن تتجف. الفرن بقى انا مش عايزه احمرها ومش عايزه يبقى فيها سوائل كتير، فالمفروض ان انا ابقى الفرن ما يبقاش درجه حرارته عاليه عشان ولا عايزه اخليها تتحمر، انا عايزه اجففها بس. فبتاخد لها حوالي يعني من ساعه ونص لساعتين على نار ما تبقاش عاليه قوي في الفرن عشان انا مش عايزه احمرها. تمام؟ انا عايزاها تتجفف من غير ما ان انا احمرها. ابدا بقى ايه؟ اجيب كده الطماطم اللي عندي دي، هبدا احط عليها شويه زعتر اهو، هبدا احط عليها روزماري، شوية روزماري كده، شوية ملح، شوية بابريكا مدخنة بتدي طعم حلو جدا لو انتوا حابين اهي، واختياري على فكرة البابريكا، يعني لو حابين ما تحطوهاش تقدروا تعملوا كده. وهبدأ ان انا اقلب كل الكلام ده كده مع بعض اهو، وابدأ ارصه في الصاج. مش عايزة احط الطماطم على بعض، انا عايزة ارصها بالشكل ده عشان اديها مجال ان هي تتجفف وما تبقاش ايه محطوطه فوق بعض كده انا مش بطبخها.
انا عايزاها تتجفف، فعايزه ايه كل الكلام ده كده، اخلي الطماطم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، لسه ما حطيتش الزيت اهو، احطهم كده جنب بعض بالشكل ده عشان اديها مجال ان هي تتجفف كل قطعه كده لوحدها بالشكل ده. هبدأ كل الحاجات دي هحطها تمام، مفيش مشكلة خالص. اهو هنزل كل بقية الحاجات بتاعت الطماطم بالبابريكا بكل الكلام ده، وهبدأ عندي كام فص كده توم، يا هقطعهم شرايح يا هحطهم كده سلام بالوصفة اللي عندي اهو بالشكل ده، يتشوا كده معاها عشان هحفظه في البرطمان بيهم. وعندي شوية زيت زيتون، شوية زيت عادي على حسب المتوفر عندي، بس طبعا لو زيت زيتون بيبقى الطعم أحسن كتير أهو. وهبدأ بقى أن أنا أدخلها الفرن وأجففها زي ما قلت لكم على نار ما تبقاش عالية قوي بالشكل ده تمام. طب تعالوا بقى أوريكم بعد ما قعدت حوالي ساعة ونص لساعتين بقى ده شكلها. بصوا بصوا بقت عاملة ازاي، شايفين اهي. الاير فراير بقى ممكن لو عندكم هيوفر عليكم الموضوع ده، هتعملوا نفس الموضوع تحطوها في الاير فراير كده لحد ما تتجفف خالص، بسيبها بره برضو يعني تكمل التجفيف بتاعها، وببدأ ان انا احفظها في برطمان بزيت بشوية التوم بالكلام ده كله. أم كريم صباح الفل. صباح النور. ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ ازيك يا حبيب قلبي عامله ايه؟ الحمد لله والله بخير كله زي الفل. وانت طيبه. وانت طيبه حبيبتي وبخير يا رب الله يخليكي. تسلم ايديكي على كل اللي انت بتعمليه والله. تسلمي تسلمي يا حبيبتي تسلمي. انا بحب اشوفك والله العظيم. والله وانا كمان بحبكم تكلمونا باستمرار. تسلمي كل يوم. الله يخليكي تسلمي يا حبيبتي تسلمي لي والله. بس بقول لحضرتك انا هسالك سؤال. اتفضلي. للعجينة لما باجي اعملها وبعد ما احطها الفرن الاقيها مش مني، سواء بيتزا او حواوشي. مش ايه؟ البيتزا او الحواوشي العجينة مش مستوية؟ لا مش بتنشف من فوق. بتنشف. حاضر 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 هقولك هقولك ليه. عينيا هقولك كل التفاصيل تخلي الحاجة عندك طرية وما تنشفش. عينيا. حاضر يا حبيبتي شكرا. سلام يا حبيبتي. بصوا بقى هبدا ان انا اشيل الطماطم، هبدا بقى احطها في برطمان، احطها في علبه عندي تمام، واحطها كده احط عليها الثوم والكلام ده كله اهو، وابدا بقى ايه اغطيها كلها بزيت الزيتون او الزيت العادي على حسب ما انتوا حابين اهو. بصوا يعني شويه طماطم بتعمل معايا كميه محترمه من الطماطم المجففة، وانا هاخد كمان شوية عشان نستخدمهم في الوصفة اللي عندي دلوقتي اهو بالشكل ده. حط بقى عليهم بالثوم برضو اللي اتشوى معاهم بكل التفاصيل الحلوة دي اهو. هحط بقى ايه شوية زيت كده اغطيهم في برطمان بقى في اي حاجة كده، انا حطيتهم قدامكم بس ايه بولة كده عشان تبقوا شايفينهم شكلهم عامل ازاي. وببدا ان انا اشتغل بقى بيها في اي حاجه، اي وصفه انا محتاجه طماطم مجففه ببدا ان انا اشتغل فيها مفيش مشكله خالص. بحطها انا عن نفسي بحطها في الثلاجه، حابين تحطوها بره تحفظوها في زيت الزيتون تمام، بس انا بصراحه بحب احطها في الثلاجه. الاء صباح الفل. ازي حضرتك؟ ازيك يا حبيبتي عامله ايه اخبارك ايه؟ الحمد لله. دايما الحمد لله يا حبيبتي بخير والله كله زي الفل. انا معجبه بحضرتك قوي. الله يخليكي تسلميلي تسلميلي يا حبيبتي. سعيده ان انا بكلمك. الله يخليكي والله شرف لينا حبيبتي تسلميلي. عندك اي سؤال؟ كان عايزه بس اعرف البشاميل بتتعمل ازاي. حاضر عينيا. ده احنا بنعمله كتير قوي والله يا الاء. حاضر عينيا يا حبيبتي.
تعالوا بقى. شكرا جدا يا الاء، تسلمي، حاضر هجاوبك. تعالوا بقى نعمل ايه بشويه طماطم المجففه دول. هنعمل شويه فراخ كده حلوه جدا. هستخدم انا بقى شويه اللي انا ايه سبتهم دول عشان هعمل بيهم وصفه فراخ. تعالوا نشوف هنعمل الفراخ بالطماطم المجففه ازاي. عندي فراخ صدور، وراك، اي نوع فراخ انتوا عايزينه. عايزين فرخه متقطعه على اربعه، فرخه كامله بالعظم، صدور، اللي انتوا حابينه. خلاص. وعندي ثلاث معالق كبار من الزبده، وثلاث فصوص من الثوم، وعندي فلفل الوان حار تمام متقطع، وعندي كمان مرقه فراخ مكعب يعني، وعندي كوبايه كريمه لباني. هقول لكم ايه البديل اللي انتوا تقدروا تستغنوا عن الكريمه اللباني في الوصفه. واخد 10 قطع كده ايه من الطماطم المجففه، يعني كم واحده كده من الطماطم، يعني مش لازم بالعدد، يعني كم قطعه كده من الطماطم اللي احنا مجففينهم. وعندي جبنه بارميزان تمام، جبنه شيدر تمام، اي نوع جبنه انتوا بتحبوها برده تمام، وورق ريحان طبعا تمام. تقدروا زي ما قلت لكم تشتغلوا باي نوع فراخ. انا يعني كنت هعملها بوراك، وبعد كده قلنا ايه هنعملها بالصدور. تعالوا بقى ايه نحط كده مكعبين زبده على الجريل تمام. وعايزه اسخن الجريل كويس. جنى صباح الفل. الو، ازيك يا جنى؟ عامله ايه؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله. كويس دايما يا حبيبتي دايما. كنت عايزه فراخ الجاتوه. الايه يا حبيبتي؟ الجاتوه. الجاتوه حاضر. عينيا عينيا حبيبتي حاضر. بصوا لحد بقى الجريل يسخن شويه عشان النار اتطفت. انا عايزه البلانشه الثانيه يا اسلام بعد اذنك. تعالوا نجاوب على البيتزا والحواوشي والحاجات دي بتنشف ليه. بصوا اول حاجه احنا قلنا موضوع ان الحاجات دي بتنشف ليها كذا حاجه. ايه اول حاجه؟ اول حاجه ان انا ابقى عجنه العجينه بتاعتي كويس جدا وتكون طريه. لازم العجينه من البدايه تكون طريه، ما بقاش العجينه شاده وماسكه نفسها وبقطعها بالعافيه بقطمها. لا، العجينه وهي عجينه من قبل ما اسويها لازم تكون طريه، معجونه كويس وفيها سوائل كويسه فطريه تمام. طيب ده نقطه. تاني حاجه ان انا لما بسيبها تخمر وبعد كده ببدا ان انا افردها واقسمها والكلام ده كله، بدخل فرن سخن جدا. الفرن سخن جدا جدا، يعني لازم درجة حرارة الفرن تبقى محققة درجة عالية جدا. ليه؟ هو احنا ليه دايما بنقول البيتزا بتاعت الشارع احسن؟ عشان بيبقى الفرن بتاعه الحراري ده بيبقى كله يعني محقق درجة حرارة عالية جدا من كل الجوانب. فانا بشغل الفرن من فوق ومن تحت وبسخنه كويس جدا على اعلى درجة عشان يديني الدرجة بتاعت الحرارة عالية بتاعت البلاطة، يعني احاول اوصلها على قد ما اقدر عشان تبقى نفس اللي انا بشتريها من بره بالظبط. فلازم لازم لازم الفرن يبقى سخن جدا من فوق ومن تحت، الشواية ومن تحت تمام. وبعد كده بتدخلي البيتزا، اول ما الوش يسيح والدنيا تمام هتطفي من فوق. البيتزا والحواوشي والأي معجنات يا جماعة ما ينفعش تقعدوها أكتر يعني من ربع ساعة، يعني 10 دقايق 13 دقيقة، الرينج ده ما ينفعش تقعد أكتر من ربع ساعة. أكتر من كده هتنشف خلاص، كأنكم عارفين بالظبط إيه، كأنكم سويتوا عيش وبتحمصوه، هو نفس الفكرة. فوقت التسوية ده مهم جدا مهم جدا، فهو ده اللي بينشف دايما العجينة، احقق درجه حراره عاليه. ما انت هتقولي ساعات طيب ما انا بسيبها، ما انا ساعات العجينه بتبقى نيه، عشان انتوا مش محققين درجه حراره عاليه من البدايه. فلازم اوفر الحاجات دي، الحاجات دي هي السبب اللي بتخلي حاجه تنشف، غير كده هيطلع معاكم الدنيا زي الفل. تعالوا بقى ايه، بصوا انا سخنت الجريل كده بالشكل ده، وهبدا احط ايه الفراخ بتاعتي اهو. حطيت كده زبده وزيت وابدا احط الفراخ بتاعتي بالشكل ده اهو. بصوا لسه ما حطيتش فيها اي اضافات ولا اي بهارات، انا حطاها كده زي ما هي تمام اهو. هوسع بس الحته دي بس كده، وهسيبهم يتحمروا من الوشين، من الوش ده ومن الوش ده، قبل ما احط اي اضافات. انا عايزاهم يبداوا ياخدوا الشاويه اللي من ناحيتين. طبعا لو ما عندكوش جريل هشتغل في طاسه عادي خالص، هحط شويه زبده وشويه زيت
وهشتغل في الطاسه مفيش اي مشكله خالص. هرش بس شويه كده فلفل اسود. استاذ حسين صباح الفل. كيف فينك يا استاذ حسين؟ مش باين بقالك كام يوم. اه والله الحر الله يعينكم. الحر اسوان شديد شويه. الله يعينكم الله يعينكم. ما متاخر كده وبتاع. الله يعينكم الله يعينكم والله يبقى. الله يخليك يا شيف. تسلم ايدك والحلقات الجميله والشهيره اللي بتعملها لنا دي يا شيف. على ربنا يديك الصحه والعافيه. ربنا يخليك ربنا يخليك. تسلم. الله يخليك. شكرا لك. الله يخليك والله. تسلم تسلم استاذ حسين. صباحك زي الفل والله يعينكم على الحر ده فعلا. تسلم. تعالوا بقى ايه شويه الريحان دول. انا هاخد شويه ريحان هفرمهم كده فرمه يعني مش عايزاها يعني مفروم ناعم. انا عايزه بس ايه مجرد ان انا اهو انا عايزاه مش مفروم ناعم. انا عايزه الريحان يبقى كده ايه مفروم مطلع الريحه بتاعته بس في نفس الوقت مش عايزاه ناعم قوي. اهو تمام كده. وهخلي شويه دول ايه هزين فيه. عندي بقى فلفل برضو ده اختياري لو انتوا حابين طبعا تشيلوه. فلفل الوان تمام برضو. لو ما عندكوش فلفل الوان اشتغلوا فلفل اخضر. وعندي شويه الثوم والكريمه. طب لو انا مش عايزه احط كريمه في الوصفه هعمل ايه؟ هقوم معفره الفراخ اللي عندي سواء صدور او فراخ او اي فراخ انا هشتغل بيها هعفرها بشويه دقيق وهنزلها تتحمر في الزبده. شويه الدقيق دول لما اجي احط السوائل المرقه او شويه لبن او الكلام ده كله هيديني صوص كريمي حلو جدا عشان لو انتوا مش عايزين تستعملوا كريمه. سهر صباح الفل. ازيك يا حبيبتي عامله ايه اخبارك ايه؟ الحمد لله كويس. انت عامله ايه؟ تمام والله كله زي الفل الله يخليك. عايزه اسالك سؤال يا سيدي. اتفضلي اتفضلي يا حبيبتي اتفضلي. اهلاويه ولا زملكاويه ولا مفيش في الكوره؟ والله ماليش في الكوره خالص والله بجد ماليش في الكوره خالص. يعني ممكن اتفرج على الماتشات اللي مصر بتلعب فيها يعني لكن ماليش في الكوره خالص والله. ولا اهلي ولا زمالك ولا ليه في الكوره خالص. يعني مش مشجعه خالص للكوره. طب انا عايزه اقول كلمه للاهلي. مبروك للاهلي امبارح على الدرب. تمام. يعني انا اول مره اعرف ان عندهم كان ماتش امبارح بقى شفتي. لا ده انا من عشاق الاهلي. ايوه انا يعني بصي كفايه بقى كفايه العيال علينا. حبيبتي صباحك ربنا يرويكي يا سيدي. الله يخليك على اللي انت بتعمليه. وانا بحبك قوي والله. تسلمي يا حبيبتي. والالوان الحلوه دي انت قمر على الشاشه. تسلمي يا حبيبتي تسلمي تسلمي لي. شكرا يا حبيبتي صباحك زي الفل. ام هاني صباح الفل. ام انس طب فال حلو يبقى ام هاني هتجي لنا. ام انس صباح الفل. ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ الحمد لله. انت عامله ايه؟ دايما الحمد لله يا حبيبتي والله بخير كله زي الفل الحمد أنا لله. انا بحبك قوي. الله يخليكي تسلميلي تسلميلي والله. انا زعلانه منك يا سيدي. ليه قولي لي قولي لي. قلت امبارح على طريقه الفراخ المشويه ما قلتليش. حاضر هقولها لك. حاضر هقولها لك قبل ما اطلع فاصل. عينيا ماشي. قبل ما تطلع فاصل ما نقدرش نزعلكوا خالص والله. ليه؟ شكرا يا حبيبتي. حاضر معلش والله امبارح لو خدتوا بالكم الحلقه كانت مضغوطه كده فبحب برضو ان انا ما اطلعكوش بره الموضوع. يعني بقول دايما الاسئله لو في سؤال ما جاوبتش عليه النهارده هجاوب عليه تاني يوم بس الوصفه نفسها ما بقاش عايزه اخرجكم منها. فيعني معلش سامحوني في الموضوع ده. تعالي نقول الفراخ المشويه كده واحنا ايه بنحمر الفراخ او بنشوي الصدور اللي عندي. هتجيبي ميه بصل تمام وهتجيبي ميه بصل يعني هتبشري بصل وتاخدي الميه بتاعته وهي دي اللي هتتبلي بيها الفراخ. التتبيله بتاعت الفراخ المشويه انا بحبها ما فيهاش اي تفل عشان التفل ده بيتحرق سواء في الفرن سواء على شوايه على جريل الكلام ده كله. فالخلطه اللي انا هعملها بتاعت الفراخ المشويه تبقى سايله خلاص. طب التفل بتاع البصل ده هتحطيه في كيس في الفريزر لما تعملي كفته او حاجه تستخدميه او حواوشي او اي حاجه تمام. طيب دلوقتي هتاخدي ميه البصل وهتعصري طماطمتين كده عصير طماطم وتحطيهم عليهم وتحطي معلقه كاتشب ومعلقه كبيره من السكر وملح وفلفل وثوم وبصل باودر وشويه بابريكا. لو بابريكا كمان مدخنه بتبقى حلوه جدا عند اي عطار عشان في ناس بتسالني البابريكا المدخنه اجيبها منين. عند يعني عطارين كتير جدا عندهم مدخن وعندهم عادي. مدخن بتدي طعم حلو قوي في الاكل تمام. وبعد كده بتقلبي كل الكلام ده مع بعض مع معلقه خل كبيره مع شويه زيت
وبتبدأي حط الفيش تاني حطيته. بعد كده تبدأوا تقلبوا كل الخلطة دي مع ملح طبعا وفلفل، وبعد كده بتقومي حطاها على الفراخ بتاعتك. خلاص بعد ما تحطيها بقى على الفراخ تبدأي ان انت تسيبيها تتبل كده شوية. بعد برضو ما تتبل شوية كده تبدأي بقى بإيه، تخليها فرن، يا تشويها على الفحم، يا تشويها على جريل كده تديها صدمة زي ما أنا بعمل كده، وبعدين تدخليها الفرن تكمل سوا على حسب بقى. هتطلع معاكي زي الفل، تطلع معاكي حلوة جدا. تمام. واحنا برضو كنا عاملين وصفة بالريحان والثوم والطماطم قريب برضو لو حابة ترجعي لها. بصوا أنا كده حمرت الفراخ أهي كده، طبعا هي لسه هتكمل سوا ما استوتش كامل. طبعا انتوا عارفين فراخ الفيليه ما بتاخدش وقت خالص في السوا. في نفس الطاسه دي بقى هبدا ايه، انزل بمكعب زبده كده، وهبدا انزل بشويه ثوم. موسلين سليم. سليم ازاي حضرتك؟ ازيك يا حبيبتي، عامله ايه، اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام دايما يا رب. بحب حضرتك جدا والله. الله يخليكي الله يخليكي. سليم فين؟ اهو قاعد جنبي. عنده كام سنة؟ 3 سنين. الاسم ده اصل غالي عليا سليم ده. انا بحبه. الله يخليك يا حبيبتي. كنت عايزه اسال حضرتك بس يا شيف، انا دلوقتي جبت مكنه وافل. تمام. فكنت عايزه اعرف طريقه الوافل بتاعها. عيني. حاضر. بالبيض ومن غير بيض، لان انا عارفه ان هي بتحط فيها بيض. حاضر. عيني. هقول. وعايزه كمان سؤال تاني معلش. اتفضلي. في بيجي معاها قطعتين تانيين. تمام. عايزه اعرف برضو بيتعمل بيهم ايه. ما انا بس محتاجه اشوف برضو قطعتين ايه يعني، عشان هو في انواع كتير جدا، في يعني القطعة كذا اللي شكل. هي المثلثات دي. تمام. والقطعه اللي هي كلها خطوط طويله تقريبا. لا بصي، الخطوط الطويله ساعة. الخطوط الطويله بتاعت زي الساندوتش ميكر كده بالظبط. وفي أيوة. ناس يعني مش عارفه لو هي فيها يعني جزء غويط، ساعات بتبقى وافل زي الستيك كده زي الايس كريم، فانا مش عارفه هي انهي واحده فيهم. لكن لا، هي الخطوط العاديه تقريبا. وبرده المثلثات دي بتعمل توست، يعني ممكن تحطي فيها الساندوتشات بتاعه التوست، بتقسمهم لك مثلثات، بتقطعهم لك مثلثات. تمام تمام. معلش بقى اتفضلي. الوافل. حاضر. عينيا عينيا. هنعمل كمان حلقه ان شاء الله، عشان كذا مره يطالب مني البان كيك، مع ان عملناه والله كتير جدا، البان كيك والكريب والوافل والحاجات بتاعت الصيف اللي الولاد بيحبوها دي. حاضر هقول لك، وان شاء الله كمان نعملها مع بعض في حلقه كامله كل التفاصيل بتاعتها. عينيا يا حبيبتي. شكرا يا حبيبتي. بصوا انا هنا حطيت مكعب زبده بقى بعد ما طلعت الفراخ، وحطيت شويه الثوم، وحطيت كمان مكعب مرقه كده، وحطيت شويه ميه بس ايه يعني اخد كل الحاجات اللي موجوده عندي من اللي في الجريل. هبدا بقى احط شويه كده طماطم. حاضر. وهبدا احط شويه كريمه اهو، واحط بقى ايه شويه فلفل كده لو انا عايزه الموضوع سبايسي شويه، لو مش حباه سبايسي خلاص يبقى هحط فلفل رومي او الوان بس على حسب ما انتوا حابين اهو. تمام قوي كده. وهسيب الصوص ده عندي يغلي مع بعض، والطماطم بقى المجففه كده ايه تبقى تغلي كده مع الصوص بتاعي بتاع الكريمه، وحطيت المرقه عليه والكلام ده كله اهو بالشكل ده. وهحط كمان عليهم شويه الريحان اللي احنا قطعناها. وتعالوا بقى ايه نرجع الفراخ كده يستوي، وتعالوا نطلع فاصل اهو. هنرجع كده الفراخ. ام مصطفى صباح الفل عليك يا شيف. ازيك يا حبيبتي، عامله ايه، اخبارك ايه؟ حضرتك طيبه. وانت طيبه حبيبتي وبخير يا رب. معلش حضرتك انا مش هسالك على اكل ويسلم ايدك. لا اتفضلي اساليني على اي حاجه. انا دلوقتي سلامه عايزه محتاجه مكنه خياطه، يا ريت يكون حد سامعني بس. ممكن تسيب لنا رقمك ونحاول نساعدك ان شاء الله حبيبتي. شكرا يا حبيبتي، صباحك زي الفل. تسلمي يا حبيبتي تسلمي. بصوا اهو كده خلاص بقى نبدا ايه نلم الحاجات اللي مش عايزينها كده وننضف. الفراخ اهي على النار مع الصوص بتغلي غلوتين، الفراخ تكمل سوا، والطماطم بقى المجففه تنزل الطعم بتاعها واللون بتاعها الحلو مع شويه الريحان، وهنقدمها كده زي ما هي. انا مش هغرفها في حاجه، يعني 5 دقائق كده تغلي مع نفسها،
وبعدين نبدا ان احنا نقدمها بحاجه. تعالوا نطلع بقى فاصل ونرجع بعد الفاصل نعمل وصفه حلوه جدا. هنعمل الفايش السريع بتاع الافران، مش الفايش الصعيدي، الفايش الصعيدي هعمله لكم مره في حلقه تانية عشان طريقتين مختلفين خالص. تعالوا نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل حلقتنا. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، ودلوقتي هنعمل مع بعض الفايش السريع بتاع الافران. تعالوا نشوف مقاديره ونشتغل فيه مع بعض. محتاجه عندي كيلو دقيق، وعندي 4 معالق من السكر، ومعلقه كبيره من المحلب المطحون. لو ما عنديش محلب مطحون ينفع ان انا اشيلها من الوصفه السريعه، تمام. وعندي 2 معلقة لبن بودرة، كل ده بيطعم كده عندي الفايش، بيخلي طعمه حلو جدا. وعندي معلقة بيكنج باودر، ومعلقة من الخميرة، وعندي كمان رشة ملح، ومعلقة كبيرة من الكركم، و2 معلقة حمص مطحون، وده برضو اختياري لو حابين ان انتوا تشيلوه من الوصفة. انا عاملاه بتاع الافران السريع، مش بتاع التخميرة التانية بتاعت السمسم واللبن المغلي واسيبها واسيبها يوم والكلام ده كله. هنعمل الوصفة دي مرة تانية، بس انا عاملاه الوصفة السريعة مش الفايش الصعيدي الاصلي. عندي كيلو دقيق، هقول تاني المقادير: 4 معالق سكر، وعندي معلقه كبيره من المحلب المطحون، 2 معلقه من اللبن البودره، وعندي معلقه بيكنج باودر، ومعلقه خميره، ورشه ملح، ومعلقه من الكركم، وعندي كمان 2 معلقه من الحمص المطحون، ولبن دافي للعجن، تمام. اول حاجه كده هبدا ان انا احط كل مكونات الجافه على بعض. هحط اللبن البودره، هحط السكر كمان معاهم، وهحط الكركم والحمص المطحون، كل ده كده ايه هحطه مع بعض. حط عليهم الخميرة، المحلب، البيكنج باودر اهو، ورشة الملح. بقى احنا حطينا ايه؟ حطينا 2 معلقة من الحمص المطحون، 2 معلقة من لبن البودرة، عندي 2 معلقة بيكنج باودر، 2 معلقة خميرة، وسكر حوالي 4 معالق سكر، وهقلب كل ده كده مع بعض، تمام. وهبدأ ان انا اعجنه بمية بلبن دافي اهو. انا عايزة لون العجينة عندي يبقى مصفر. لو انا عجنت ولقيت لسه العجينة مبيضة هزود شوية كركم. انا عايزة لون العجينة عندي يبقى مصفر، تمام. هبدأ احط المكونات كده كلها بالشكل ده اهو، وهبدأ ان انا اعجن باللبن الدافي بالتدريج طبعا، مش هحط الكمية كلها، حطيت كده نصها ونشوف ازود ايه. ما حطيتش نص كوباية الزيت اصلا، في نص كوباية زيت. كوبايه زيت كمان، معلش احنا مش موجوده في المقادير. ننضف كده الدنيا اهو بالشكل ده، وهبدا ان انا اعجن لحد ما يجي الزيت.
طبعا احنا محتاجين نعجن عجن عجن يعني حوالي 7-8 دقايق نفضل نعجن، ما نوقفش خالص في الوقت ده. طبعا لسه العجينه محتاجه تتعجن كويس جدا اهي، سواء بقى بتعجنوا على ايديكوا بتعجنوا في عجان اهو، بعجن كويس جدا لحد ما العجينه كلها تتلم معايا وتبقى ملساء خالص كده، ما يبقاش فيها ولا فتحات ولا الكلام ده كله. فمحتاجه اعجن عجن كويس قوي اهو، عايزه اوريها لكم بس هنا على السطح اهي. لو انا مثلا بكمل عجن في البيت ببدا ان انا اعجن كويس جدا لحد ما كل العجينه تتعجن معايا كويس قوي. لسه بصوا فيها سوائل محتاجه تتعجن عشان اتاكد ان الدقيق محتاج سوائل تاني ولا محتاجه دقيق ما زودش ولا دقيق ولا ميه، غير بعد ما اعجن عجن كويس جدا بعدين اشوف محتاجه ايه اهو. تمام، بفضل اعجن لمده 7-8 دقائق متواصل لحد ما العجينه عندي بتبقى تمام جدا وتبقى زي الفل. طبعا ده لسه مش عجن كفايه، محتاجه اعجن اكتر من كده. خلاص بعد كده بسيبها تخمر. بعد التخميره الاولانيه بقوم مقسمه العجينه عندي لثلاث قطع. خلاص بعد ما اقسمها لثلاث قطع ببدا ان انا اشتغل فيها زي ما هوريكم دلوقتي. تمام، تعالوا بس ايه نلم كده شويه العجينه دول. فين القطاعة دي اسلام؟ نلم بس شويه العجينه كده دول عشان نفرد. ماشي، شيلي بقى العجان اهو عشان نفرد مع بعض. عندي قسمت العجينه لثلاثه اهو، بص شايفين لونها العجينه عامل ازاي؟ قسمتهم لثلاث كور الكيلو، كل كوره هبدا ان انا اهبطها وافردها عشان هعملها زي الفينو. عارفين نفس فكره الفينو اللي احنا عملناه مع بعض؟ هو نفس القصه بس فينو كبير اهو. ههبط واحط العجينه كده على السطح اللي عندي وافردها واجيب نشابه وافرد وارش شويه دقيق كده لو حاسه ان هي بتلزق زياده او محتاجه. ام هاني صباح الفل. ام آية انا سامعة كل الناس ام هاني. ام آية ام آية صباح الفل. ازيك يا شيف اسماء؟ عامله ايه؟ ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله في نعمه والله. اخبارك دايما يا رب. الحمد لله يا حبيبتي بخير والله. انا بقالي كتير ما كلمتكيش والله، كنت بكلمك قبل كده من فتره. حبيبتي ده يعني مبسوطين انت كلمتينا النهارده. ربنا يعزك. وما تقعديش كتير بقى، ما تكلمناش كتير، كلمينا على طول. الله يخليك يا شيف. الله يخليك. تسلمي. بقول لحضرتك بس لو تسمحي تنزلي لي مقادير الفايش تاني. حاضر عينيا. بس مقفل ماشي؟ حاضر عينيا. شكرا، ربنا يعزك يا شيف. تسلمي يا حبيبتي. تسلمي. شكرا. شكرا يا حبيبتي. ممكن تنزلوا المقادير تاني استاذنكم، وفيها نص كوبايه زيت اهو كده بالشكل ده. بصوا بفرد، انا مش محتاجه يبقى السمك تخين. تمام اهو بالشكل ده بساوي كده، بعمله على شكل كده مستطيل او حاجه اهو كده. طب ما هو ازاي هعمل ايه؟ تمام، تعالوا بقى ايه، هجيب بقى المستطيل اللي انا فردته ده. مقادير اهي على الشاشه بتاعت الفايش. بصوا بقى بنفرده اهو، تقدري بقى تصوريها مقايه قدامك اهي. بصوا بفرد كده وببدا بقى الف رول اهو. بصوا اهو بلف رول كاني بعمل عيش فينو بالظبط. عارفين عيش فينو؟ هو نفس القصه بس بعمله بقى ايه على كبير. بفرد رول بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو بالشكل ده كده ماشي، وباخد الجزء ده بقوم قافلاه على الجزء ده اهو. بصوا عجينه حلوه جدا وطريه جدا، بحاول اقفله كده كويس
اهو شايفينه؟ احرك لكم احسن ده كده، شايفينه احسن؟ اهو بصوا الحته بقى اللي انا لزقتها دي اخليها من تحت، واجي عند الاطراف اللي في الجنب دي بصوا، اقوم ثانيه الاطراف دي بخليها زي البوزه بتاعت العيش الفينو كده اهي، من هنا. ما تيجوا معايا خصمني ولا ايه؟ لا اهي هناخد دي كده اهي، ننزلها تحت ماشي، ونيجي الجزء اللي هنا ده برضو نفس القصه، نقوم قافلينه على تحت اهو، بصوا اهو تمام كده، بحطها تخمر، ولازم لازم تخمر تخميره تانية، مفيش يعني مفيش اختيار ان هي تخمر ولا لا، بفرد العجينه وبسيبها كده تخمر بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. خلاص حطيتها هسيبها تخمر، بعد ما خمرت هنعتبر مثلا ان دي خمرت بالضعف طبعا حجمها، بجيب صفار بيضه اهو بشويه خل كده، وببدا ان انا ادهن الفايش بتاعي، بس بعد ما يخمر، بعد ما يخمر، لما بيخمر بيتضاعف حجمه. خلاص وبدخله الفرن على درجه حراره 220. خلاص طيب، بعد ما بيدخل الفرن على درجه حراره 220 بيطلع عندي بالشكل ده تمام. بصوا اهو هوريكم حالا الباقي. اسلام طلع لي ده، يلا طلع لي ده اهو، بصوا بيطلع عندي بالشكل ده زي العيش الفينو الكبير. بقطعه، ببدا ان انا اقطعه، وبعد ما بقطعه عندكم بقى اختيار، عايزينه ناشف خالص بدخله الفرن يتشوح شويه، بصوا اهو يعني مش يتشوح سوري، يتحمص شويه تمام اهو، عايزينه طري بتسيبوه طري اهو، شايفين اهو، على حسب بقى انتوا حابينه ايه، عايزين تنشفوه شويه بقوم مدخلاه صاج فرن منشفاه شويه. ممكن يبقى طري زي ما هو كده زي ما انتوا حابين. ده طعمه حلو جدا، تحمصوه بقى وتاكلوه مع الشاي بلبن، ممكن مع جبنه طبعا طبعا، ممكن هو طري يتعمل، بيسالوني يعني ينفع وهو طري كده يتعمل زي السندوتشات او الجبنه، طبعا ينفع تمام. ناس كتير بتحب طبعا تحمصه عشان تاكله كده مع الشاي بلبن الصبح والكلام ده برضو، فعلى حسب ما انتوا حابين، كله ينفع، ده كده ينفع وده ينفع، وطعمه فظيع. المحلب مع الحمص مع الكلام ده مديله ريحه حلوه قوي وطعم احلى اهو بالشكل ده كده. بصوا هو دلوقتي طري تمام، بقطعه وبحمصه شويه، عارفين نفس فكره البسكوت اليانسون لما عملناه، هو نفس الموضوع، بيبقى طري وبعد كده بقوم محمصاه. الفراخ بقى ايه، بقت فظيعه، مش قادره اقول لكم شكلها بقى عامل ازاي، بصوا بقى الجمال، بصوا من جوه عامل ازاي، عشان كده لازم يخمر، عارفين لو ما خمرش يبقى مكتوم من جوه ما يبقاش حلو تمام. لازم المرحله بتاعت التخمير دي لازم نعدي بيها، ما ينفعش نسيبه من غير ما يتخمر تمام. انا هقطعه، بصوا الفراخ عامله ازاي، فظيعه بجد. احنا خلاص كمان محتاجين نطلع الفراخ، بصوا الحلاوه. هديك حالا فاصل. تحبوا نحمص شويه ولا نقدمهم كده وخلاص واحنا عرفنا الفكره؟ لو حابين نحمصها تمام. تعالوا بقى ايه نطلع الفراخ اللي بالصوص عندي اهو، بسم الله الرحيم، هقدمها كده زي ما هي، وهرش عليها شويه جبنه، شويه جبنه شيدر، شويه جبنه بارميزان، على حسب بقى انتوا تحبوا ايه، وهي سخنه كده هرش رشه جبنه كده، وطبعا برضو اختياري يعني، اللي اعمله اللي موجود عندكم. انا دايما بقول لكم ما ترتبطوش بحاجه، يعني ما تخلوش في حاجه اللي هي لو مش موجوده لا خلاص انا مش هعمل وصفه،
حاجه بسيطه كده خالص، عايزين تزودوا شويه ريحان فوق الوش برده تمام على حسب ما انتوا حابين. تعالوا بقى نطلع فاصل، انا في الفاصل مش هعمل حاجه غير ان انا هقطع الفاش الحلو ده. بصوا بجد في منتهى الجمال، وطعمه وريحته حلوه جدا، والكيلو بيعمل كميه كبيره. يعني بصوا انا الكيلو عمل معايا التلاته الكبار دول، فيعني كميه كبيره، وتقدروا ان انتوا زي ما قلت لكم تاكلوا طري او تحمصوه. تعالوا بقى نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل كده وصفه منعشه، عصير حلو جدا هنعمله مع الحاجات دي، ونعيد سريعا كده الفايش لما ترجعوا لي من الفاصل. او نطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا، استنوا. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، هنعمل بقى عصير حلو جدا كده منعش، هنعمل عصير كانتالوب حلو قوي وفي نعناع. تعالوا بس ايه نوسع كده الكوبايات على جنب وتعالوا نشوف مقاديره ايه. محتاجين عندي عصير الكانتالوب بالنعناع، محتاجين كانتالوب متقطع او ممكن تستخدموا الشهد كمان اليومين دول موجود، وعندي نص كوبايه ونص عصير ليمون، او ليمون ممكن يعني تجيبوا ليمون متقطع وتحطوا عليه مثلا لتر من الميه وتقوموا بعد كده مصفينه. يعني ده قصدي من الكوبايه ونص من العصير الليمون، تمام. وعندي نص كوبايه ميه، وعندي سيرب نعناع واوراق نعناع فريش، تمام. هقول تاني المقادير، عندي كانتالوب متقطع مكعبات، وعندي كوبايه ونص عصير ليمون. الكوبايه ونص دي اكيد مش عصره، كوبايه ونص ليمون سك كده، لا جايبه ليمون مثلا حوالي 5-6 ليمونات وحطاهم في لتر ميه ومصفياهم، هو ده الليمون اللي انا اللي موجود عندي. وعندي كمان سيرب نعناع، وعندي اوراق نعناع فريش. هجيب بقى الخلاط وهبدا احط شويه ميه كده وشويه من الكنتالوب. ساعات مثلا بنجيبه ما بيبقاش مسكر قوي، برضو من الحاجات اللي ممكن نعملها، وممكن كمان نفرزها لو انتوا حابين. اهو هبدا كده ايه احط كده الشكل ده، هحط عليه الليمون عصير الليمون، هحط السكر، والسكر بيبقى حسب الرغبه على حسب ما انتوا تحبوا، واحط عليه قليل كده من السيرب بتاع النعناع، عشان السيرب بتاع النعناع هنحط نعناع كمان جاف كده، النعناع سوري فريش، وهبدا اضرب. ريحة الكنتالوب مع نعناع. بصوا هحط شوية سيرب كده تحت في كوبايات اهو اهو، وهبدأ ان انا اصب عليه العصير اللي عندي. طبعا الليمون خلاص احنا مصفينه مش محتاج يتصفى. تعالوا بقى ايه ابدأ ان انا اصب العصير بتاعي اهو كده بالشكل ده اهو. اهو كده منعش بقى وحلو وصيفي كده. ممكن حابين تزينوه بورق نعناع، حابين تزينوه بليمون، حابين تزينوه باي حاجه انتوا حابين يعني تضيفوه عليه، هيبقى حلو جدا. وبصوا مدي كده الوان حلو قوي وصيفي وجميل. تعالوا بقى ايه عايزين نمسح بس الطبق وتعالوا نروح نقدمهم على طول. اسر انت ايه الدنيا عندك ايه؟ تمام. احنا النهارده عملنا فايش، وعملنا كمان الطماطم المجففه، وطلعنا منها وصفه عملنا الفراخ بالطماطم المجففه، وعملنا عصير الكنتالوب بالنعناع. وصفه سهله وبسيطه، وعملنا كمان الفايش السريع بتاع الافران، جربوه. انا عارفه انتوا بتحبوا جدا المعجنات، والوصفه دي كمان هتحبوها جدا، تقدروا تعملوا منها نص الكميه لو حابين، او ممكن تحطوها في الفريزر لو انتوا حابين.
وهو لما بيتحمص بيقعد وقت عادي ما بيحصلوش اي حاجه خالص، تحمصوه يبقى زي البقسماط كده، تحطوه في كيس تفطروا بيه تتعشوا بيه، بيبقى طعمه حلو جدا جدا جدا. جربوه وابعتوا لنا الصور، عشان دايما نعمل كده فقره ان انتوا تبعتوا لنا الصور فيها، ونعرض ان شاء الله كل التطبيقات اللي انتوا بتبعتوها لنا. يا رب تكون الحلقه عجبتكم واستفدتوا منها ان شاء الله. اشوفكم بكره في يوم جديد وحلقه جديده من طبق طبق.